قوليلي، شايفة فريق الزمالك ازاي الموسم ده؟ وفريق الزمالك كان عنده يعني ثنائية محترمة الموسم اللي فات، قدر يفوز بالكاس، قدر يفوز بأفريقيا، شايفة انه يقدر يحافظ على ده الموسم ده؟ يعني ان شاء الله احنا كمان عايزين نزود حاجات، كمان ان شاء الله عايزين ناخد الدوري السنه دي بالاضافه طبعا للكاس وافريقيا، فان شاء الله يعني يبقى احسن كمان من السنه اللي فاتت ان شاء الله. كان ايه رايك في الحاله اللي حاصله السيزون اللي فات؟ هم كسبوا الكاس، جم في الدوري خسروا في الشوط الخامس يعني which كان في الملعب الموضوع يعني، وخدوا البطوله الافريقيه، شفتي الحاله دي ازاي؟ هي كانت حالة مختلفة طبعا، علشان عمري ما كان اصلا في الدوري ولا كاس ولا اي حاجة، كان في مصر عامة الفولي الاهلي كان الموضوع ما فيهوش اي حاجة يعني. السنة اللي فاتت كان الموضوع فارق كتير يعني، كان في ماتش بنبقى مستنين وماتش كنا بنبقى ومذاع عايزين كمان نتفرج عليه. لقنوات اون تايم، فكان كان الموضوع لطيف. يعني طبعا احلى كتير، وكان في بقى اللي هو بقى كل حد عنده حماس وكل حد عايز يكسب، فالموضوع كان احسن كتير يعني. الدوري اختلف يعني، الدوري بدل اختلف ما تماما. يبقى خلاص هو كل الفرق بتروح تلعب مع الاهلي والمباراه بتكون وان سايد جيم، الدوري ما فيهوش متعه حتى، فالموضوع اختلف تماما. ايوه تماما تماما يعني، كل حاجه كانت مختلفه وللاحسن. انا حاسه ان كده يعني كده بقى للاحسن كتير يعني، الموضوع بقى فيه كومبيتيشن زياده عن كل السنين اللي فاتت يعني. اول تمرينه نزلتيها مع نادي الزمالك حسيتي بايه؟ اصحابك وكل حاجه، بس نازله بتتمرني على ملعب مختلف او على صاله مختلفه، الموضوع حسيتي بالنسبه بايه؟ لي كان غريب طبعا، عشان انا من وانا صغيره ما عمري يعني ما اتنقلتش كتير خالص، من وانا صغيره في نادي السيد، سواء سيد قطاميه سواء سيد الدقي، فكنت اللي هو انا يعني مش متعوده بقى على الاجواء اللي هو بقى يعني مختلفه خالص. بس الموضوع كان اكيد في كده رهبه كده في اول مره، بس بعد كده رحت على طول يعني. ما على طول من اول ايوه، تمرينه. علشان هما كانوا كلهم بصراحة بيتعاملوا يعني مش محسسني بان انا غريبة او كده، فالموضوع كان احسن كتير طبعا يعني. صحيح. كلميني بقى عن المباريات اللي شاركتي فيها يا ندى لحد دلوقتي مع الفريق. انا لعبت لسه ماتشين بس معاهم، ماتش هليوبلس كاس وبرضو ماتش الزهور، الاثنين يعني برضو كان ابتديت ادخل معاهم في اللعب واحده واحده، ابتديت بس اظبط مباريات شويه. الكاس تخوف يعني، طبعا لازم علشان دي ما فيهاش فيهاش هزار. كبير. بالظبط، ما فيهاش هزار خالص. فيعني لا، بس الحمد لله عدوا على خير يعني. كنت بحاول ان انا برضو اتعود على لعبهم، اتعود على ان انا ادخل معاهم في اللعب واحده واحده، عشان الماتشات الجايه برضو هتبقى اصعب كتير. طبعا بس طريقة اللعب بتهيألي انت قادرة تفهميهم شوية، علشان في المنتخب في جزء في المنتخب معاكي. اكيد. وكمان الفتره كانت قبل على طول الزمالك بتاعه المنتخب، فخلتني ان انا اخد على اللعب على طول يعني. ايوه يعني مش مثلا قعدتوا كام شهر ما بتشوفوش بعض في المنتخب، لا انت ايوه قبل ما تيجي بكام الزمالك يوم. كان عندكم التصفيات دي. ايوه، فكانت بالظبط. قبلها بحاجه بسيطه قوي يعني. صحيح. طيب شايفه مباراه دجله اللي جايه في الدوري ازاي؟ وازاي الجهاز الفني بيتعامل مع ضغط المباريات؟ يعني لعبتوا ماتش امبارح، عندكم ماتشين جمعه وسبت ان شاء الله مع وادي دجله، ودول ماتشات تصنيف اول اربعه، اول اربع فرق اللي هم هيكسبوا الماتشين بتوعهم في البلاي اوف، وتاني اربع فرق هيلعبوا الخامس للثامن يعني. فشايفه ازاي الضغط ده وبتتعاملوا معاه ازاي؟ الجهاز الفني بيتعامل معاه ازاي؟ احنا بنتعامل على كل الماتشات ان هي مهمه، ما فيش ماتش سهل، ما فيش ماتش صعب، في ماتش مهم. الماتشات اللي جايه دي هتبقى مهمه ومهمه جدا طبعا، علشان دي هنطلع بيها ان شاء الله للفاينل. فاحنا مركزين كويس قوي، بنتمرن كويس قوي، الجهاز الفني طبعا مركز جدا، علشان كل حاجه لازم تبقى يعني مظبوطه، ولازم ندخل مركزين من الاول. بس يعني ان شاء الله يعدوا على خير الماتشين الجايين دول. يا رب يا رب ان شاء الله. بتشوفي ماتشين وادي دجله يعني عاملين ازاي؟ ايه مثلا الحاجات اللي هي بتبقى مصدر قوه او نقاط قوه في مباريات وادي دجله دايما يعني، لما كنت بتقابليهم ساعه الصيد؟ يعني في الصيد كان ماتش وادي دجله طبعا بالنسبه لنا ماتش بيبقى يعني صعب ومهم، وكان بيبقى يعني احنا الاثنين الفرقتين كانوا بيبقوا قريبين من بعض، فالماتش كان بيبقى دايما في الملعب يعني، دايما كنا ماتش نكسب ماتش نخسر. فيعني بس ان شاء الله المره دي يبقى الموضوع مختلف يعني ان شاء الله. بتشوفي مين اهم العناصر عندهم او مين نقاط القوه عندهم يعني؟ في وادي دجله بيكون يعني
بالظبط مركز القوة بتاعهم، يعني في عندهم تصيرة كويسين، تلاتات كويسين، أربعات، في ملك البحيري مصابة بس بيعوضها ناس تانية برضو، فريدة الحناوي، بس فالموضوع يعني هم كويسين كلهم، كلهم صغيرين، فالموضوع يعني بيفرهد شوية.